الزواج من اجل تحقيق الهدف الاسمى من الزواج، لانه الزواج كان مبني على المصلحه، بدايته كانت مصلحه. لما تنتهي المصلحه ينتهي الزواج، كان باتفاق. كان باتفاق مصلحي، انتهى باتفاق مصلحي، بمعنى انه لم يبنى على الاسس الدينيه الحقيقيه، لم يبنى انه الانسان، لانه احنا اصبح الزوج، لما نقول الفرد، نقول الفرد سواء الزوج ولا الزوجه، يعني قبل ما يتزوجوا يكون مثلا يعرفها ولا تعرف، لانه اذا عرفها، لانه حتى الطرق اللي نتكلم لك على الزواج التقليدي بكري الانسان ما يعرفش الزوجه تاعو حتى يجيبوها له، هذا بالنسبه في زمان اكيد الطرق حاليا طبعا. حاليا حتى بالفيسبوك يتواصل معها بالفيسبوك يوميا، يتواصل معها الهاتف يوميا، يتواصل يلتقيها حتى، ولكن لما يلتقي حتى بالالتقاء يشربوا قهوه ولا ياخذوا فطور ولا يعني غدا، كل واحد يكذب على الاخر، يعني المصارحه الحقيقيه، يعني كل واحد راح تكون بعد الزواج اكيد هذاك الشيء. هذاك لما تبنى الحياه، لما يكون هناك دخول اليوم الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، يعني انه الحقيقه تظهر، كما يقولها في المثل واحد اللبناني، في المثل اللبناني يطير الثلج ويبان المرج، ويبان المرج. نعم. ها يذوب الثلج ويبان المرج، هكذا. اذا لما كل طرف يكتشف حقيقه الطرف الاخر ويعلم بان ما كان وما كان يقال له كان عباره عن احلام ورديه، يعني هنا الاصطدام، وهنا الصدام راح يكون بين الطرفين. هنا كي نجي للهاله هذه نقول بانه أنا اصبح اذا لجا الطرفان الى فك الرابطه الزوجيه بطريق التراضي، لحتى هو في حد ذاته يعتبر اجراء من اجراءات فك الرابطه الزوجيه اللي نص عليها المشرع الجزائري، ولكن هنا دائما كل طرف يريد مصلحته فيما يترتب عن الاثار الماديه للطلاق، لانه كل طلاق عنده يترتب عليه اثار ماديه، من بينها النفقه، العده، مبلغ النفقه، مبلغ العده، مبلغ الحضانه، الولايه اذا كان هناك اولاد، ما يعرف بالايجار، يعني حتى لتمكين المطلقه من ممارسه حقها في حضانه، في الولايه، وفي الحضانه تاع الاولاد. نعم.